امبارح بقى حضرات كان في مباراة قوية جدا 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 واتحسمت في الثواني الأخيرة بالقضية ممكن، بس أنا هنا مش بكلمكم عن كرة القدم، أنا بكلمكم عن فريق كرة السلة رجال بالنادي الأهلي اللي الحقيقة بيواصل عروضه المميزة جدا والقوية جدا في دوري السوبر للمحترفين. تغلب مؤخرا على فريق الزمالك في ملعب الزمالك بنتيجة 70-69، والكلام ده حصل في الثواني الأخيرة من هذه المباراة الماراثونية واللي كان فيها أكثر من ريمونتادا أهلاوية. بالمناسبة يعني أقيمت هذه المباراة على صالة نادي الزمالك وقدم خلالها الفريق عرض ممتاز، وقدم اللعيبة أداء مميز جدا جدا على صعيد الدفاع المنظم والهجوم السريع وكمان الرميات الثلاثية، ونجح في تحويل النتيجة في الثواني الأخيرة يعني بشكل دراماتيكي بالمعنى الحرفي للكلمة بدون أي مبالغة. اللي حصل كان كالآتي يا حضرات، يعني تأخر الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 17-21، واستمر التأخر ده في الفترة الثانية بنتيجة 40-26، فرق كبير في السكور، وكذلك استمر في الفترة الثالثة بنتيجة 48-57 قبل أن يعود الفريق بقى طبعا للتألق من جديد في الفترة الرابعة والأخيرة لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 70-69 في ماتش قوي جدا جدا جدا. الجدير بالذكر ان النادي الاهلي كان حقق الفوز في المباراه السابقه على فريق هليوبلس بنتيجه 161 ضمن منافسات بطوله الدوري، والحقيقه يعني الفريق ده عامل شغل اكتر من ممتاز في الفتره الاخيره. تعالوا نتكلم اكتر في تفاصيل هذا الامر وهذا الملف. معنا على التليفون الكابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي. كابتن احمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح. صباح الخير يا كريم، ازي حضرتك؟ مليون مبروك يا فندم بدايه كلام. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك، مبروك ليك ولجمهور النادي الاهلي واللعيبه والجهاز ومجلس الاداره. الحمد لله. طبعا حضرتك سيد العارفين اي لقاء بيجمع بين النادي الاهلي والنادي الزمالك بيبقى له يعني خصوصيه شديده جدا، وقد كان في اللقاء الاخير اللي جمع ما بينهم، بس عايزين نعرف من حضرتك بقى الملابسات كلها وايه اللي كان فيه، يعني ايه اللي خلى فيه تاخر اول ثلاث فترات من المباراه قبل ان يعود النادي الاهلي في ريمونتادا اهلاويه وينتصر في النهايه. يعني خلينا نتفق كده في الاول ان احنا امبارح ما لعبناش قوي الباسكت اللي هو متعودين عليه من مستوى لعيبه النادي الاهلي. احنا عندنا احسن من كده بكتير. يمكن احنا الحمد لله على المكسب، اهم حاجه طبعا بتبقى المكسب، لكن الاداء بيهمنا لان الاداء بيبقى مؤشر للمرحله اللي جايه ان شاء الله. طبعا امبارح مش ادائنا، امبارح احنا احسن من كده كتير. يعني وقلنا كده للعيبه بعد الماتش لازم نصلح اخطائنا. مباراة يعني المكسب فيها مهم لينا وكلعيبة وجهاز والنادي والجمهور، لكن وانت بتكسب لو انت ممكن في مكسب يبقى يخدعك، يعني يحسسك ان انت ماشي تمام ماشي كويس. لا طبعا مع المكسب ماشي كويس، بس لازم تصلح اخطائك. امبارح يمكن احنا في اول ثلاث فترات ما كانش، يعني نقدر نقول المستوى الفترة الرابعة هو ده مستوى النادي الاهلي الحقيقة، واللي حضرتك بتفضلت بيه هو كمان ده اللي بيعبر عن النادي الأهلي. يعني برغم الفوز يعني حضرتك برضو واضح ده، يعني حتى من تون الصوت اللي بتتكلم بيه عدم الرضا، وبتقولوا انه مع نهاية المباراة قلتوا الكلام ده بحذافيره لكل اللعيبة. يعني النادي الأهلي برغم الفوز لما يكون الأداء مش مرضي ومش مقنع للجمهور برضو بيبقى له وقفة كالمعتاد، ودي أكيد برضو من ضمن مفاتيح النجاح، ولا حضرتك شايف إيه؟ أكيد طبعا أكيد، لأن إحنا قلنا اللعيبة كده فعلا، قلت اللبس ان احنا يعني الاداء مش كويس ومش راضيين عنه، والمكسب مبروك على المكسب، مش عايزين ناخد من فرحتهم بالمكسب. مكسب تكسب نادي الزمالك في ملعبه في وسط النادي بتاعه، ديربي لسه مدير فني متغير، فرقه بتلعب بروح جديده، مجلس اداره عندهم جديد، كل حاجه عندهم يعني ليها دوافع ان هم يلعبوا على مكسب. أكيد. لكن الحمد لله، انت الحمد لله يمكن ده تقريبا الفوز ال 18 على التوالي في الماتشات الديربي مع نادي الزمالك. فيعني كان ده رقم احنا الحمد لله كناش عايزينه يتكسر امبارح، احنا نفضل ماشيين في الرقم ده كاعلى لعبه جماعيه. يعني فوز امبارح ده الفوز رقم 18 على التوالي لم يتخللوا اي تعادل او هزيمه. خالص. بسم الله ما شاء الله. بس طبعا يعني الحمد لله على المكسب، بحيي اللعيبه واقول لهم رساله طبعا ان احنا لازم نصلح اخطائنا، وان احنا لازم نجهز اكتر، وان احنا لازم يبقى شكلنا احسن، لان احنا الفتره اللي فاتت تعبنا واتمرنا كتير. يمكن طبعا ربنا وفقنا في الاخر عشان عارف احنا بنتعب قد ايه،
لكن في نفس الوقت ربنا موفقك لازم تبقى حاطط ايدك على اخطاء. اكيد الفوز ال 18 على التوالي للنادي الاهلي على حساب الزمالك، وده الفوز رقم 15 على التوالي لاجوستي اللي لازم نقف عنده شويه واعرف من حضرتك كده انعكاسات وجود هذا الرجل في النادي الاهلي وما نتج عنه في الفتره الاخيره. ده اكيد طبعا اوجوستي مدرب كبير، مدرب يعني هقول لحضرتك على حاجه، اكتر ما الباسكت عندنا يعني فنياته كتيره، والباسكت عندنا لعبه معقده شويه، لكن يمكن هو من المدربين المجتهده اللي ما بتسيبش حاجه للصدفه، اللي على طول بيهتم بالتفاصيل الصغيره، يمكن على طول الشغل كل يوم بنفس الحماس، نفس يعني شخصيه، يعني شخصيه كده يعني يعني وينر كده في السيناريو، اللي هو يعني راجل يعني بيحب المكسب على طول، بيدفع فرقته للمكسب، وده برضو كل الجهاز يعني سواء طارق طبعا سواء اللعيبه، فطبعا يعني حاصل الحمد لله مع الجيل كويس، مع تابعين من الاداره كويس، مع الجمهور النادي الاهلي، يعني كل حاجه الحمد لله مكتمله هايز. انت تقدر تشوف النتائج دي. يمكن هو الجدير بالذكر يعني اللي هو ان احنا طبعا انت عارف اوجستي قبل ما يبقى مدرب للنادي كان هو لو موجود سنه في نادي الزمالك، يمكن العدد الماتشات دي منهم كان هو موجود في نادي الزمالك برضه. الحقيقه دايما اسمه لما بيتقال في الفتره الاخيره دايما بيتقال مقترنا بالاشاده من الكل، لان الحقيقه يعني ما هو اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، زي ما بيتقال الراجل ده انجازاته وليه يعني بتتكلم عن نفسها وليه ايادي بيضاء، وزي ما كنت بقول لحضرتك فعلا دايما بنتكلم عنه وعن نجاحاته وبنستمر طبعا يعني اكيد في الكلام عنه، وبنتمنى ان هو كمان بدوره يستمر في هذه النجاحات، وبنتمنى لحضراتكم كل النجاح وكل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. شكرا. ربنا يخليك، شكرا جزيلا.